قرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة لليرة العملة الوطنية التركية من 8.5% إلى 15%، أي بزيادة 6.5%، وذلك في أول قرار للبنك برفع الفائدة منذ 2 و3 أشهر. وسرعان ما هوت الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض بعد القرار، ورغم ارتفاع التضخم عالميا لمستويات قياسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كانت تركيا تخفض الفائدة حتى وصلت إلى 8.5 من أصل 19% في العام 2021. وعقب فوزه بفترة رئاسية جديدة نهاية مايو، قال أردوغان في كلمة من القصر الرئاسي في أنقرة، قال إن المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم. في السياق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشيك إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15% يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم. وأشار شمشيك لضرورة رفع أسعار الفائدة في أول تصريح له عقب تعيينه، مؤكدا أن تركيا ستتبع سياسات اقتصادية عقلانية. ينضم إلينا مباشرة من اسطنبول مراسل الجزيرة مباشرة عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز، إذن رفع سعر الفائدة الليرة التركية إلى 15 بواقع زيادة 6.5% للمرة الأولى منذ 3 أعوام وأكثر، وتداعيات ذلك على انخفاض سعر الليرة التركية مباشرة اليوم، كيف نقرأ هذا القرار؟ سياسة نقدية جديدة، سياسة مالية جديدة دشرتها تركيا اليوم حياة بعد أكثر من 2 و3 أشهر. تعود تركيا مرة أخرى إلى السياسة التي يصفها وزير المالية محمد شمشك بأنها السياسة العقلانية أو السياسة المتماشية مع السياسات النقدية العالمية. الأهم من قرار البنك المركزي اليوم هو البيان الذي أطلقه بعد قرار الرفع مباشرة وزير المالية محمد شمشك، والذي قال في أنه السياسة النقدية التركية ستعود إلى الأساس العقلاني يمكن التنبؤ بها. باختصار يقول شمشك أنه يريد أن يكون المستثمرون الأجانب قادرون على التنبؤ بالسياسة النقدية التركية. السياسة النقدية التركية تكون قادرة على جذب استثمارات من الخارج، وبالتالي تم هذا الرفع المخالف لعمليات تخفيض الفائدة التي كانت تقوم بها تركيا خلال الأيام الماضية. مباشرة بعد إعلان البنك المركزي قراره، هوت الليرة التركية وفقدت أكثر من 2.5% من قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي. هذا بالتأكيد سينعكس على قدرة تركيا على التصدير وعلى قدرة تركيا على الإنتاج، وكذلك سينعكس على قدرة تركيا على جذب المستثمرين وجذب السياح الأجانب خلال الموسم السياحي الصيفي الذي بدأ للتو. انخفاض العملة التركية في مقابل الدولار يعني مزيد من المزايا المقدمة للسياح الذين سيأتون إلى تركيا، وكذلك للمستوردين الذين يستوردون البضائع التركية من هنا من اسطنبول ومن غيرها من المدن التركية. إذن ما قام به الفريق النقدي الجديد أنه استلم دفة الأمور وبدأ في تطبيق هذه السياسة النقدية التي ربطها محمد شمشك ب السياسة النقدية التي تنتهجها تركيا منذ عام 2002، أي منذ وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئاسة مجلس الوزراء التركي، وقال إننا نريد العودة بالسياسة النقدية التركية بالقرارات الاقتصادية التركية إلى الأساس العقلاني، ألا نخالف توقعات المستثمرين. هو أيضا يشير إلى أمر هام هنا، إلى أنه ما تقوم به تركيا الآن من مشروعات يحتاج إلى استثمارات أجنبية، هذه الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الفائدة، وبالتالي تم رفع الفائدة 6.5%، نسبة كبيرة تقريبا أكبر نسبة رفع شهدتها تركيا في تاريخها. هذا أثر على سعر الليرة التركية نظرا لأنه كثير من الأسواق كانت تتوقع مزيد من الرفع وليس فقط هذه النسبة التي تم الإعلان عنها اليوم، لكن الأسواق التركية حياة ستشهد المزيد من ردات الفعل غدا الجمعة، خاصة أن غدا هو آخر أيام العمل في الأسبوع التركي. سنراقب تأثير هذا الرفع على سعر الليرة التركية.
الشبح الأكبر الذي يحاربه نائب الرئيس التركي وكذلك وزير المالية هو التضخم الذي ازداد والذي أثر على كافة مناحي الحياة. يريد الفريق الاقتصادي أن يكبح جماح التضخم وأن يمنع زيادة الأسعار عن طريق رفع الفائدة، لكن هذا الأثر أثر الفوري لرفع الفائدة لم يتبدى اليوم مساء، لكنه سيظهر غدا الجمعة وبداية الأسبوع المقبل مع بداية التعاملات. نعم، بالحديث عن الأثر عبد العزيز سواء على المدى القصير أو المدى الطويل لهذه السياسات، أشكرك على هذا السرد الوافي، وأنتقل إلى ضيفي الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول الباحث الاقتصادي دكتور أحمد مصبح. دكتور أحمد، إذن هذا القرار الذي كان هناك من يشكك في يعني قدرة أردوغان على إعطاء محمد شمشك الحرية الكاملة لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي كان متوقع أن يتخذها، كيف نقرأ هذا القرار وما هي انعكاساته على الوضع الاقتصادي التركي؟ تحية طيبة لكم. بداية مع بعد انتهاء الانتخابات أصبحت الأمور بحاجة إلى اتخاذ قرارات صحيحة وسليمة تلائم المتغيرات والواقع الاقتصادي. فاليوم الرئيس التركي بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي وتجديد الثقة فيه لخمس سنوات قادمة، هو كان الاقتصاد اليوم هو رافعة أساسية له بحاجة إلى إصلاح في ظل هذه المشاكل المتعمقة والمتجدرة، خاصة في بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في العامين الماضيين، خاصة في ظل الإجراءات التي أخذت كاقتصاد انتخابات لتعزيز فرص فوزه في الانتخابات. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة جديدة. بداية هذه المرحلة هو تسليم الدفة الاقتصادية لشخصية لها وزنها المهني في عالم الأسواق والمال. اليوم الوزير المالية الجديد يحظى بثقة الأسواق والأسواق الأوروبية، أيضا محافظة البنك المركزي الجديد هي كانت بداية الخطوات في العودة إلى النظام التقليدي أو النظام الذي يلائم الواقع الاقتصادي بعيدا عن أي أبعاد سياسية أو أبعاد انتخابية كما كان في السابق. اليوم جاء هذا القرار في هذا السياق. اليوم القرار الذي اتخذه البنك المركزي كان له بعدين أساسيين. الأول أنه إشارة واضحة وصريحة أننا سوف نسير في هذا المسار وهو تجديد السياسات النقدية. البعد الثاني أنه لن يكون هناك انتقال مباشر، لأن الانتقال المباشر في السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة لأرقام قياسية للسيطرة على التضخم يحتاج إلى تكاليف باهظة. هناك سوف يكون هناك على سبيل المثال فترة ركود تضخمي أو انكماش في النمو الاقتصادي بشكل كبير، سوف تزيد معدلات البطالة وتزيد تقل معدلات التوظيف، سوف تتأثر الاستثمارات سلبا في المدى القريب. النتائج سوف تكون إيجابية على المدى البعيد والمتوسط، ولكن اليوم البعد السياسي يبقى حاضرا في اتخاذ هذه القرارات، فالتوجه إلى النموذج المتشدد تدريجيا مع تعزيز الثقة في استقلالية البنك المركزي والثقة في كفاءة النظام المالي والشفافية يعتبر أحد المخارج الرئيسية التي قرته اليوم البنك المركزي، وجاري العمل على تطبيق هذا النظام لمحاولة للسيطرة. لا نتحدث عن القضاء على التضخم، ولكن اليوم السيطرة على ارتفاع الأسعار، المحاولة جر الليرة التركية إلى نسبة إلى معدلات مستقرة، أعتقد سوف يكون إنجاز في هذه الفترة الحالية. نعم، شمشك قال إن الفلسفة الأساسية لرؤية تركيا الاقتصادية المرحلة القادمة تقوم على ثلاثة مفاهيم وهي الاستقرار والثقة والاستدامة. هل هذا القرار يعني يبني في هذا الاتجاه، وما هي التحديات التي تواجهه الآن لأجل تطبيق هذه الفلسفة؟ اليوم هي الفلسفة الجديدة التي تعتمد على الأساسيات التي تناولها من شفافية وقدرة على التنبؤ والتناسق في المدخلات والمخرجات الاقتصادية، هي فلسفة سليمة تحتاج وقت، تحتاج الصبر والوقت والصلاحيات الكاملة لإرسال هذه الرسائل. عندما يتحدث على
أن النظام الاقتصادي اليوم إلى جانب التضخم نحن بحاجة إلى نظام مالي قادر على جذب الاستثمارات، قابلية مرحلة اللي هي عدم الوضوح أو الضبابية إلى أن تكون في أدنى مستوى لها، أيضا عدم وجود مخاطر في اتخاذ هذه القرارات. هذه الأمور تحتاج إلى تعزيز النظام المالي والثقة في النظام النقدي، وبالتالي اليوم هي كانت خطوة أساسية وواضحة. الصعوبات تكمن في إدخال البعد السياسي، هل الرئيس التركي المعروف عنه بمناهضته لسياسة رفع أسعار الفائدة، هل سوف يتيح للفريق الاقتصادي الصلاحيات الكاملة للسير في هذا المسار، أم أن هناك أبعاد سياسية جديدة؟ نحن نعلم اليوم أن الأزمات الدبلوماسية بين تركيا ودول الجوار في أدنى مستوى لها، الأمور في أحسن مستوى لها، الأمر سياسيا قادرة الحكومة التركية على جذب الاستثمارات كمال سياسي دون ارتهان قرارها للبنك الدولي او اي مؤسسة مالية اخرى. هذا شيء من الايجابيات التي تبني عليها الحكومة في الفترة القادمة. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا الباحث الاقتصادي دكتور احمد مصبح، كنت معنا عبر الانترنت من اسطنبول، لك جزيل الشكر. المساء مستمرة بعد قليل.